بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ما زلت مع هذه السلسلة الطيبة المباركة التي بعنوان بما تفكر. أفكر في سؤال يتردد بداخلي، ماذا يفعل أولادك من بعدك؟ بالفعل أخاف على أولادي من بعد، وهكذا كل أب أكيد يشعر بهذا الشعور. من يتولى تربيتهم؟ من يطعمهم؟ من يهتم بكسوتهم؟ من يسأل عنه؟ هل سيسير على طريق الصلاح؟ وهكذا أسئلة كثيرة. وهذه هي الفطرة التي جعلها الله تبارك وتعالى في كل إنسان من محبته وحرصه على أولاد. فأجد الرد في كتاب الله تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأدعو الله تبارك وتعالى وأقول: اللهم اجعلني من المتقين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.